الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف مفاهيم الإنتاج الكلي، متوسط الإنتاج، والإنتاج الحدي Total Average and Marginal Product. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا وأحبتي، وإن شاء الله نبدأ. كما ذكرت، نستعرض في هذا المقطع مبادئ الإنتاج الكلي Total Product لمنشأة، متوسط كمية الإنتاج Average Product، والناتج الحدي Marginal Product من مدخلات الإنتاج Product Input، من مدخلات لسلعة ما في منشأة ما. عادة ما توظف المنشأة كميات متعددة من مدخلات الإنتاج، مثل العمال أو العمال نسميها Labor باختصار حرف الأل هذا، ورأس المال Material Capital اللي هي K، ماتيريال كابيتال رأس المال الحقيقي، الآلات ومعدات خطوط الإنتاج وما شابه، والمواد الخام اللي هي رو ماتيريال، من أجل الحصول على كمية معينة من السلع التي تنتجها المنشأة وتعرضها للبيع من أجل تحقيق الربح Profit، هي اختصارها باي. مثال على ذلك، منشأة صناعة الطوب الحراري مثلا توظف العمال من الأشكال المتعددة، فنيين، مهندسين، عمال تحميل، تغليف وما شابه، وتوظف المكابس اللي هي البستونز والأفران الحرارية باعتبار هذه المعدات رأس المال المادي كي، وتستخدم الرمل البحري والإسمنت والأصباغ كمواد خام. الآن في المثال الآتي سنفترض بأن المنشأة توظف عددا من مدخلات الإنتاج، نفترض أن جميع المدخلات ثابتة الكم أو الكمية باستثناء واحد منها وهو العمالي، نفترض أنه هو المتغير، مدخل الإنتاج الوحيد الذي يتغير، ونفترض البقية ثابتة. ولنفترض بأن لدينا البيانات الآتية عن منشأة ما حول سلعة ما. الآن هذه عامل كل يوم، يعني عندي عدد العمال في اليوم، هي اختصارها حرف الأل، 0, 1, 2, 3 إلى 10 لاحظوا، يعني عدد العمال بما بالعشرات بالمئات، مهم عدد مجرد، المفهوم هو الذي بهمنا بهذه الحالة. فعندي عدد العمال هنا ما يسمى كمية الإنتاج الكلية، هاي Total Product، بل 0, 20, 44, 72، بمعنى آخر إذا وظفنا عاملا يعني لم نوظف أي أحد، 0 من العمال بكون كمية الإنتاج تساوي 0، إذا وظفنا عاملا واحد في اليوم إنتاجه 20 وحدة، عاملين 44 وحدة، 3 عمال 72، وهكذا إلى وظفنا الآن 10 عمال 136 وحدة على سبيل المثال. لاحظوا لي 9 عمال و10 عمال، الإنتاج لم يرتفع من 130 أبدا، بقي 130 عندما وظفنا 9 و10. هذه ظاهرة يجب أن يعني نتبحثها. هذا هو الشكل البياني لما يسمى بكمية الإنتاج لتوتال برودكت الكلي TP، هي اختصار لتوتال برودكت. على المحور الأفقي عندي هو أنا عدد العمال من 0 إلى 10 في هذه الحالة، وكمية الإنتاج ارتفعت من 0 إلى 130. فهنا عندي السكيل وهكذا، فلذلك يعني بيرتفع الإنتاج بسرعة ثم يأخذ بالتباطؤ إلى أن يستقر المستوى معين. نتابع البيانات مرة أخرى، هاي الآن عامل باليوم labor per day 0, 1, 2, 3 إلى 10، هاي الآن كمية الإنتاج الكلية اللي total product 0, 20, 44 إلى 130 ثم 130. الآن إذا قسمنا كمية الإنتاج على عدد العمال، طبعا هنا 0 على 0 لا يجوز، فلذلك لكن 20 على 1 ثم 44 على 2 وهكذا إلى أن ننتهي من 130 على 10. نشتق من هذه العمليات القسمة اللي هي كمية الإنتاج على عدد العمال ما يسمى متوسط الإنتاج، هاي تساوي هنا متوسط الإنتاج لكل عامل. فالمتوسط الإنتاج لعامل 21، عندما زدنا عدد العمال من 1 إلى 2 زاد متوسط الإنتاج إلى 22، ثم من 2 إلى 3 زاد إلى 24، ثم 24.5، لاحظوا لي وصل 24.5 حد أقصى 24.5، ثم أخذ بالانخفاض بعد ذلك. هذا متوسط الإنتاج، هذا التعبير البياني عن متوسط الإنتاج، بيكون منخفض ثم يأخذ بالارتفاع إلى أن يصل مقابل 4 عمال، لاحظوا لي وصل النهاية العظمى قابل 4 عمال 24.5 متوسط الإنتاج هنا، وبالتالي بعد ذلك أخذ بالانخفاض. هذه ظاهرة معروفة، يعني
إذا هذا متوسط الإنتاج. الآن البيانات مرة أخرى، عامل يوم ليبر 0, 1, 2, 3 إلى 10، وعند كمية الإنتاج الكلية 0, 20, 400, 72 إلى انتهينا من 130 ثم 130. هنا الآن عندما انتقلنا من 0، لاحظوني من 0 عامل إلى 1 عامل، زاد الإنتاج من 0 إلى 20. هذه ظاهرة يجب أن نتحقق منها الآن، أو يعني نحللها. ثم عندما انتقلنا من 1 عامل إلى 2، زاد الإنتاج من 20 إلى 40 44، هكذا. وأخيرا عندما زادت كمية الإنتاج، عفوا عدد العمال من 9 إلى 10، كمية العمال بقي، كمية الإنتاج بقيت كما هي. لا، عندما زادت كمية العمال أو عدد العمال من 9 إلى 10، كمية الإنتاج في هذا المثال بقيت كما هي. هنا نحصل على ما يسمى بالناتج الحدي، الإنكريمنتال أو مارجنال برودكت. يعني العامل الأول يعني من 0 إلى 1 عامل زاد الإنتاج من 0 إلى 20، إذا زاد 20. من 1 إلى 2 عندما زدنا عدد العمال من 1 إلى 2 زاد الإنتاج من 20 إلى 44، معناته العامل الثاني الإضافي أضاف 24 وحدة. من 2 إلى 3 زاد الإنتاج من 44 إلى 72، أي بمعنى آخر زاد 28 وحدة، وهكذا. لاحظوا آخر شيء، عندما زدنا عدد العمال من 9 إلى 10 الإنتاج بقي كما هو، وبالتالي هنا الناتج الحدي لآخر عامل كان 0. هذا الآن الشكل البياني للناتج الحدي، margin product. لاحظوا بيرتفع إلى أن يصل يعني حد أقصى، ثم يأخذ بالانخفاض بشكل متسارع. هذا الآن margin product of labor. يعني كيف حصلنا عليه؟ اللي هو التغير في كمية الإنتاج مقسم على التغير في عدد العمال. هنا التغير 20 على 1، هنا 24 على 1 زيادة، ثم هكذا 28 1. إذا لاحظوني كيف الآن بيرتفع الناتج الحدي ثم يأخذ بالإخفاض بعد ذلك. الآن هذه ظاهرة تناقص الغلة، يعني كل ما زدنا كمية العمالة بوحدة واحدة بيرتفع، ثم يأخذ الآن الإنتاج الحدي، الإنتاج الإضافي لكل عامل إضافي يأخذ بالإنخفاض التدريجي والمتسارع. بعدها نسميه احنا decreasing marginal product أو ظاهرة تناقص الغلة، decreasing marginal product أو ظاهرة تناقص الغلة. لأن العلاقة بين متوسط الإنتاج والناتج الحدي، هذه آخر شريحة نتحدث عنها. بنلاحظ أنه الآن بكون قبل النهاية العظمى لمتوسط الإنتاج الكلي، الناتج الحلي بكون أعلى من متوسط الإنتاج، وهو منخفض الآن، وهو يعني وهو هابط. بتحدث الآن عن margin product of labor أو الناتج الحدي للعمالة، هو في طور الهبوط، يخترق متوسط الإنتاج الكلي عند نقطة النهاية العظمى. لمين؟ لأعظم متوسط إنتاج ممكن. هذه هي العلاقة مهمة جدا أحبة الطلبة المتابعين. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة لكم جميعا. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.